تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. لماذا يقارن الغرب بين الجيش السعودي والجيش الإيراني؟ كل شاب يلاقي دورية غربية، مجلة غربية، صحيفة غربية، مركز دراسات غربي، موقع غربي، الكل بيتكلم بطريقة منتظمة ومتعمدة عن التوازن العسكري بين السعودية وبين إيران، عن قوة الجيش السعودي وقوة الجيش الإيراني، بيتكلموا عن حرب محتملة بين السعودية وإيران. مين ممكن ينتصر في هذه الحرب إذا ما حاربت السعودية إيران؟ ده جزء من سياق في التفكير الاستراتيجي في الغرب وفي الشرق، إن ماذا يحدث لو اصطدم الجيش السعودي والجيش الإيراني في حرب بين الدولتين. موقع جلوبال فاير اتكلم في الموضوع وعرض التوازن العسكري بين الدولتين او قوة كل جيش. اللي قاله جلوبال فاير بالنسبة لتفوق ايران، نمرة واحد، عدد سكان ايران اكبر من عدد سكان السعودية، هنا 82 مليون، هنا حوالي 30 مليون، وبالتالي الجيش هنا وإمكانية الحشد والتعبئة أعلى من الإمكانية عند هذا الجانب، لأن أكثر من 80 مليون سكان إيران وأقل من 30 مليون سكان السعودية. نمرة 2، عدد الجيش في إيران مليون، عدد أفراد الجيش في السعودية ربع مليون، يبقى الجيش السعودي عدد أفراده ربع مليون، إنما الجيش الإيراني عدد أفراده مليون فرد. نمرة 3، طبقا لموقع جلوبال فاير، إن البحرية الإيرانية أقوى، وكذلك الدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ والمطارات العسكرية. نيجي بقى البحرية الإيرانية أقوى في إيه؟ في حوالي 400 قطعة بحرية عند الإيرانيين، وحوالي 55 قطعة بحرية فقط عند السعوديين. في 33 غواصة في البحرية الإيرانية، ما فيش ولا غواصة في البحرية السعودية. لما نيجي للدبابات هنلاقي طبقا لجلوبال فاير ان ايران اقوى، 1650 دبابة في ايران لكن 1142 دبابة في السعودية، وبالتالي برضو مش اكبر بكتير، يعني ارقام متقاربة، الاتنين فوق 1000 دبابة. نيجي للمدافع هنلاقي ان الفرق اكبر واوضح، في اكتر من 2000 مدفع عند الايرانيين، إنما في أقل من 500 مدفع عند السعوديين. لما نيجي راجمات الصواريخ برضو الفرق كبير، أكتر من 1500 من راجمات الصواريخ عند الإيرانيين و300 وشوية راجمات الصواريخ عند الجيش السعودي. نيجي للمطارات العسكرية هنلاقي برضو إيران أكتر، 319 مطار عسكري بينما 214 مطار عسكري في السعودية. يبقى كده عدد السكان وعدد الجيش والبحرية والدبابات والمدافع وراجمات الصواريخ والمطارات، تبقى لجلوبال فاير ان الجيش الايراني يمتلك اكتر مما يمتلك الجيش السعودي، لكن السعودية تتفوق في جوانب اخرى. فيما تتفوق السعودية، نمرة واحد، الفرقاطات والطرادات. عدد الفرقاطات اللي عند السعودية أكتر من عدد الفرقاطات اللي موجودة عند الإيرانيين، كذلك الطرادات اللي موجودة عند السعودية أكتر من الموجودة عند الإيرانيين. أيضا الطائرات الحربية، السعودية أقوى في الطيران الحربي، أقوى من إيران. الجيش السعودي عنده 844 طائرة، الإيرانيين عندهم 505 طائرة. إذن السعودية أقوى في الطيران الحربي وأقوى في الفرقاطات وأقوى في الطرادات. أيضا المروحيات، المروحيات الجيش السعودي عنده 254 مروحية، الجيش الإيراني 145 مروحية، أقل كتير جدا من الجيش السعودي. أيضا العربات المدرعة، السعودية أكتر من ضعف إيران، السعودية 5472 عربة مدرعة، الجيش الإيراني 2215 عربة مدرعة. القدرة الاقتصادية، الميزانية العسكرية مهمة جدا، لأن في نهاية الحرب اقتصاد مش بس سلاح.
ف 56 مليار دولار الميزانيه العسكريه السعوديه، لكن الميزانيه العسكريه الايرانيه حوالي 6 مليار دولار. في ازمه اقتصاديه في ايران تؤثر على سير العمليات. يبقى اذا السعوديه اقوى من ايران، والجيش السعودي اقوى من الجيش الايراني في عدد الفرقاطات والطرادات والطائرات الحربيه والمروحيات، وكذلك العربات المدرعه، وكذلك الميزانيه العسكريه. دي ابعاد المقارنه بين الجيش الايراني والجيش السعودي اللي موقع جلوبال فاير اتكلم فيه، والدوريات كتيره جدا اتكلمت عنه. انما لدينا الملاحظات التاليه. نمره واحد، ان كثره هذه المقارنات هي تمهيد للحرب. يعني في عمليه تسخين للمنطقه، انه السعوديه تقارن نفسها بايران، ايران بالسعوديه، التجهيز النفسي في المنطقه لحرب بين السعوديه وايران. نمره اثنين، توماس فريدمان، فريد زكريا، اخرون بقالهم فتره بيقولوا ان في حرب شيعيه سنيه قادمه، حرب شيعيه سنيه قادمه، وان الحرب بين السنه والشيعه ضروريه من اجل تقدم المنطقه، وان زي ما حصل قبل كده حرب بين الكاثوليك والبروتستانت في اوروبا ادت في النهايه الى ظهور الدوله القوميه بعد صلح وستفاليا 1648، ده يحصل في العالم العربي والاسلامي. يبقى معارك ومذابح بين السنه والشيعه عشان بعد كده يتطوروا ويصلوا الى مرحله الحداثه زي مذابح الكاثوليك والبروتستانت في اوروبا ثم الوصول الى الحداثه. وبالتالي في تشجيع كبير جدا، مش بس توقع، على حرب بين السعوديه وايران او حرب مذهبيه كبرى بين السنه والشيعه. نمره ثلاثه، ان ما يسمى الان توازن قوى، لو حصلت هذه الحرب ممكن ينتقل الى توازن ضعف. ان تقدر السعوديه تدمر كتير في ايران وكذلك العكس. وفي هذه الحاله ممكن نلاقي ان المنطقه مش في حاله من توازن القوه، وإنما حالة من توازن الحرب إذا اندلعت هذه الحرب. النقطة الرابعة، في النهاية المشروع الإيراني هو مشروع غربي، وإيران مهما تبدو عدو الغرب دائما في نقاط التقاء وفي وصلات بين إيران وبين الغرب. من أول آية الله الخميني حتى الآن لا نثق أبدا في أن الغرب يعادي إيران، دائما هناك خط. وبالتالي يخشى ان منذ الثوره الايرانيه التي اشعلت المذهبيه في المنطقه، وبالتالي نقلت هذه المذهبيه الى اكثر من دوله عربيه لم تكن فيها هذه المذهبيه، وقطعت طريق المدنيه والحداثه على هذه المنطقه، ممكن يكون ده للاسف مقدمه لما يتصورونه حرب اهليه اسلاميه بين السنه والشيعه، او حرب اقليميه كبرى بين السعوديه وايران. وبالتالي كثرة الحديث عن التوازن العسكري وقدرات الجيش السعودي والجيش الإيراني هو تمهيد لحرب نتمنى ألا تقع بين الدولتين. تركيا وروسيا وأوكرانيا، الكنائس الثلاث والصراع المقدس. في تركيا كنيسة القسطنطينية، وهذه الكنيسة تاريخية. لو رجعنا لورا شوية أو قبل ما نرجع لورا شوية، الكنائس المسيحية ثلاث. في الكنيسة الكاثوليكية اللي هي رئيسها بابا الفاتيكان، وفي الكنيسة الأرثوذكسية، ودي عدة كنائس. زي مثلا في مصر الكنيسة القبطية المصرية هي كنيسة أرثوذكسية، وقداسة البابا تواضروس هو بابا الإسكندرية. في الكنيسة الروسية في كنائس أرثوذكسية أخرى مثل التي في القدس أنطاكيا، يعني أكثر من كنيسة أرثوذكسية في العالم. في بقى الكنائس البروتستانت، يبقى إذن كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. البروتستانت اللي هي الدول الثلاثة القوية في الغرب، أمريكا بروتستانت أغلبية يعني، بريطانيا بروتستانت، ألمانيا بروتستانت. الكاثوليك بقى إيطاليا، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، أمريكا الجنوبية، دول كاثوليك. يبقى إذن الكاثوليك والبروتستانت. نتكلم بقى النهاردة على الأرثوذكس.
ففي كنيسة القسطنطينية. زمان كانت المنطقة دي بيزنطة بتحكمها، وسنة 330 الإمبراطور قسطنطين نقل العاصمة من روما، كانت عاصمة الإمبراطورية، نقلها إلى القسطنطينية سنة كام؟ 330 ميلادية، وبقت مركز المسيحية. يبقى إذن عام 330 ميلادية عاصمة المسيحية في أوروبا انتقلت من روما إلى القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، من روما إلى القسطنطينية. عد بقى 700 سنة، تعالى عام 1054 ميلادية، حصل بقى انفصال وانشقاق كبير جدا بين كنيسة روما وبين الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية. انشقاق، الأول كان تم نقل العاصمة المسيحية من روما إلى القسطنطينية، فهذا الإمبراطور قسطنطين قعدوا كده 700 سنة، لكن في عام 1054 تم الانشقاق بين روما وبين القسطنطينية. ومن وقتها الكنيسة الشرقية على خلاف مع الكنيسة الغربية أو الكاثوليكية مع الأرثوذكسية. نيجي بقى كنيسة القسطنطينية، مشيت بعد كده شوية، وفي عام 1453 سقطت القسطنطينية وتم فتح القسطنطينية من قبل العثمانيين. لكن استمرت الكنيسة بعد كده بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، وهي الكنيسة الرئيسية في تلك المنطقة أو في الشرق الأوروبي والأسيوي. هذه الكنيسة، كنيسة القسطنطينية، هي اللي بتعين المسؤولين في كنيسة روسيا، وكذلك كنيسة أوكرانيا، وكذلك كنيسة سلوفاكيا وتشيك، يعني أكتر من مكان يتم التعيين من كنيسة القسطنطينية. كل دول يتبعوها، تشيك وسلوفاكيا وأوكرانيا وروسيا وأكتر من مكان، كل دول يتبعوا كنيسة القسطنطينية. لغاية القرن الستاشر استقلت كنيسة روسيا عن كنيسة القسطنطينية، وبقى بتتبعها سلوفاكيا والتشيك وأوكرانيا ومناطق أخرى. جم بعد كده في القسطنطينية ادوا الاستقلال لكنيسة سلوفاكيا وكنيسة التشيك، فبقيت أقوى كنيسة تابعة هي الكنيسة الأوكرانية تابعة للروسية. لما الروسية استقلت في القرن 16 و 17 كانت أوكرانيا تابعة للروسية حتى الآن 2018. ما الذي يجري الآن عشان ما نتوهش مرة واحدة؟ احنا قلنا التاريخ 330 نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية، 1054 انشقاق بين روما والقسطنطينية، 1453 العثمانيون يفتحون القسطنطينية اللي بقت بعد كده اسطنبول اللي هي كانت عاصمة الدولة العثمانية لقرون طويلة. إنما بقيت الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية، بدأت تدي استقلال لبعض الكنائس، أبرزها أقوى كنيسة الروسية. لما استقلت الروسية كانت الكنيسة الأوكرانية تتبع الروسية. فدلوقتي 2018 ما هو الوضع؟ كنيسة القسطنطينية عندها بيتبعها 300 مليون، كنيسة روسيا يتبعها 130 مليون. في إطار بقى الصراع السياسي، دخل الدين في الصراع السياسي، فالاتجاه دلوقتي إن كنيسة القسطنطينية تدي الاستقلال لكنيسة أوكرانيا نكاية في الروس بعد المشاكل الأوكرانية الروسية. والروس مستائين جدا من هذا الموقف، والرئيس بوتين بيرعى الكنيسة وقريب جدا منها، والكنيسة أيضا قريبة منه، بيعتبرها جزء من هوية الدولة الروسية المعاصرة. فبطريرك روسيا ضد قرار أو اتجاه لقرار في القسطنطينية باستقلال أوكرانيا مسيحيا، وشايف أن لازم تستمر أوكرانيا تتبع مسيحيا كنيسة موسكو، إلا أن يبدو القسطنطينية مصرة تمشي في هذا السياق. رأي روسيا ده إدخال للصراع السياسي والمعارك السياسية في قضايا دينية خلافية، وأن بدل ما يتم توحيد العالم الأرثوذكسي يتم تقسيم العالم الأرثوذكسي، وأن ده موقف سياسي من روسيا
مش موقف روحي تجاه أوكرانيا. مظاهرات بقى في أوكرانيا من أجل استقلال الكنيسة، مظاهرات في روسيا من أجل عدم استقلال كنيسة أوكرانيا، وبطريرك القسطنطينية اتكلم مؤخرا وقال في عزة الأحد إن هو ممكن يسمح ويتجه إن هو يسمح باستقلال كنيسة أوكرانيا عن كنيسة روسيا مهما كانت الضغوط الروسية. بنتكلم على موضوع بدأ دينيا انتهى سياسيا، وإن الصراع بين روسيا وبين الغرب حول المشاكل في أوكرانيا وبعد ضم شبه جزيرة القرم لم تتوقف هذه المشاكل عند السياسة، وإنما ذهبت إلى الدين وإلى قلب الكنيسة، ودلوقتي الغرب بيتجه إلى فصل كنيسة أوكرانيا عن كنيسة روسيا، وبالتالي إلغاء التبعية الروحية الأوكرانية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه هنشوف الأول الكنيسة الأوكرانية وهي بتدعم استقلال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية. كده الكنيسة الأوكرانية عايزة تستقل عن الكنيسة الروسية بدعم غربي في مواجهة سياسات الرئيس بوتين وموسكو. إنما دلوقتي هنشوف إن في موسكو مظاهرات وصلاة علشان خاطر ضد انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، الدين والسياسة معا. زمن الحرب الباردة، كيف بنى السوفييت قاعدة غواصات داخل الجبال؟ من تاريخ الاتحاد السوفيتي وتاريخ الحرب الباردة بنفاجئ ان السوفيت قدروا ان هم يحفروا داخل الجبال، طبعا جبال تطل على مياه، انما حفروا في هذه الجبال وعملوا مركز ضخم جدا للغواصات النووية، وطبعا ده يعتبر من الاشياء اللي هي تكنولوجيا في منتهى الخطورة وكانت وقتها في منتهى السرية في العالم. ما هي القصة؟ القصة باختصار ان على مساحة 5 أفدنة تحت الجبل في قلب المية، مساحة كبيرة جدا 5 أفدنة، تم عمل مركز كبير جدا للغواصات. ان لو حصلت حرب نووية لا يتم تدمير هذا المركز، وانما تخرج الغواصات 7 غواصات جوه، تطلع بقى البحر الاسود، البحر المتوسط، الكلام ده كله في البحر الاسود، تطلع بقى البحر الاسود، تطلع اي مكان، انما يتم خروج هذه الغواصات حتى لو تعرض المكان لضربة نووية لما يعادل 7 هيروشيما. يعني لو قنبلة نووية تعادل هيروشيما 7 مرات ما يتهدش هذا المكان. طبعا المكان من بره ما يبانش نهائي، جناين وبيوت صغيرة ما يبانش ان تحت ده موجود مركز غواصات بهذا الحجم. المركز ده ابواب كتل ضخمة جدا، الباب كان بيصل الى 20 طن، يستحيل لو في ضربة نووية ان اللي جوه يموتوا هم او عائلتهم او هذه الغواصات تتدمر، وانما تخرج تحارب حتى ما بعد ضربة نووية على هذا المكان. طبعا لما روسيا افرجت عن صور وخلت الاعلام يصور هذا المكان كانت في مفاجأة كبيرة طبعا، انه ازاي كان السوفييت بيفكر بهذه الطريقة، وازاي الحرب الباردة كانت بتتكلم بجدية عن حرب نووية، وازاي كانوا بيخبوا الغواصات، وازاي حفروا تحت الجبال وفي قلب الماء بهذه الطريقة اللي في اعجاز تكنولوجي في ذلك الوقت من اجل الاستعداد لحرب نووية. من زمن الحرب الباردة بنى السوفييت قاعدة غواصات داخل الجبال تستطيع تحمل ضربة نووية تعادل 7 هيروشيما. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.